أهلا بيكم في درس العمليات على الدوال. هناخد احنا درسنا العمليات على الأعداد الطبيعية، كان فيها الجمع والطرح والضرب والقسمة، وعرفنا كل عملية كيف بتتم. أيضا في الدوال في عمليات على الدوال ممكن أعملها على الدوال، أيضا فيها جمع وطرح وضرب وقسمة، لكن عايزين نعرف كل عملية كيف بتتم. وفي عملية خمسة اسمها تركيب دوال او تركيب دالتين، هناخدها منفصل. فعمليه الجمع الرمز بقى يقول لك، لو انا عندي مثال، لو عندي داله اسمها اف وداله اسمها جي، فانا بكتبها كده اف زائد جي على الاكس، كده جمع هي عباره عن اف اوف اكس لوحدها زائد جي اوف اكس لوحدها. يبقى لما اقول لك اوجد اف زائد جي على الاكس، يعني اجمع لي اف زائد جي، هي عبارة عن f of x زائد g of x. يعني هنا لو المثالين، ادي ال f of x ادي g of x، عايز انفذ فكرة الجامعة، اقول لك طيب f زائد g اهي على ال x، دي بتساوي f of x زائد g of ال x. طيب ال f of x دي بتساوي 2 x زائد ال g of ال x اللي هي سالب x زائد 5، سالب اكس زائد 5، فالزائد دي لما تدخل على اللي وراها ما تغيرش حاجة، تبقى 2 اكس موجب في سالب بسالب، سالب اكس موجب في موجب بموجب 5، ابسطها 2 اكس ناقص اكس يديني اكس زائد 5. يبقى اف زائد جي على اكس في النهاية بتطلع اكس زائد 5، بتطلع دالة جديدة، دالة جديدة خالص غير الدالتين الاصليتين. طب الطرح، لو انا عايز اطرح اف ناقص جي على الاكس، التعريف بيقول انها عبارة عن اف اوف اكس ناقص جي اوف الاكس، واقدر انفذ هنا اهي ايضا، ممكن انفذ اف ناقص جي اهي على الاكس، دي بتساوي اف اوف اكس ناقص جي اوف الاكس، دي عملية الطرح. طب الاف اوف اكس اللي هي 2 اكس ناقص جي اوف الاكس، هحطها في قوس عشان ناقص اكس زائد 5، الناقص دي تغير كل اللي وراها تصير كده 2 اكس زائد سالب في سالب بموجب اكس، سالب في موجب هنا بسالب 5، اجمع الحدود المتشابهة تطلع لي 3 اكس ناقص 5، جمعت 2 اكس زائد اكس يبقى 3 اكس والخمسة تنزل. يبقى ده تعريف عملية الطرح ونفذت واحدة. طب الضرب بينكتب ازاي؟ لو انا طالب منك اف، شوف كده ضرب جي على الاكس، طبعا دي دالة جديدة، اف ضرب جي دي دالة جديدة على الاكس، بتساوي اف اوف اكس اهي ضرب جي اوف اكس. طب لو عايزين ننفذ الكلام ده هنا، اقول لك اهو اف ضرب جي على الاكس، ايضا اف اوف اكس ضرب جي اوف اكس، هناخد اف اوف اكس مباشرة اللي هي ب2 اكس ضرب جي اوف اكس اللي هي ناقص اكس زائد 5، ونفذ عمليه الضرب اهي، بتساوي هعمل عمليه التوزيع 2 اكس في سالب اكس، 2 اكس في سالب اكس موجب في سالب بسالب، 2 اكس في اكس يديك 2 اكس تربيع، 2 اكس في الخمسه يبقى زائد 10 اكس، خلصت المساله. طب عمليه القسمه، يبقى انا شفت انا الجمع، شفت الطرح، هشوف اخر حاجه القسمه. القسمة لو طلبت منك اف تقسيم جي على الاكس، كده علامة القسمة كده، هي عبارة عن اف اوف اكس اهي تقسيم جي اوف اكس، بس في حالة القسمة ما ينفعش الجي اوف الاكس دي جي اوف اكس تساوي صفر، بنقول جي اوف اكس لا تساوي صفر ابدا، يعني المقام ده اوعى تخليه يساوي صفر ابدا، استبعد القيم اللي تخلي المقام بصفر. فانا هنفذ انا القسمه هنا اهي على نفس المساله، اف على جي بالنسبه للاكس اهي، اف اوف اكس في البص، اف اوف اكس اللي هي 2 اكس في المقام الجي اللي هي ناقص اكس زائد 5، بس هو كده القسمه، كده انا قسمت. طيب امتى المقام ده يساوي صفر؟ لو اكس خدت 5، شوف لو اكس خدت 5 هتبقى سالب 5 زائد 5 بصفر، نقول له كمان جنبها كده اهي، حيث كمان اكس لا تساوي 5، انتبه اكس لا تساوي 5، لان هيبقى ناقص 5 زائد 5 صفر، مش عايزين اكس يساوي 5، مش عايزين المقام يساوي صفر،
وبقى انا كده شرحت لك كيف بتتم العمليات الاساسيه اللي جمع طرح ضرب ايه قسمه على مثال. هنشوف الان تدريبات بقى، يعني دي المفاهيم الاساسيه، يعني المفهوم الاساسي للجمع اهو، خد الداله الاولى زائد الداله الثانيه، طرح الداله الاولى ناقص الداله الثانيه، الضرب اضربهم في بعض، القسمه اقسمهم، بس الداله اللي في المقام المفروض لا تساوي صفر، يعني استبعد عنها ما يسبب لها الصفر. فبستبعد عن جي اوف اكس ما يسبب لها الصفر، ايه اللي يسبب ايه العدد اللي يسبب صفر هنا؟ لو اكس خدت 5 هتبقى ناقص 5 زائد 5 صفر، يبقى استبعد الخمسه. تعال نشوف الكلام ده في تدريبات مختلفه شوي. هنا في الفقره اللي على اليمين هنا، او نحل الفقره ايه، عايز اف زائد جي على الاكس. حسب التعريف المفروض ان هي بتساوي ايه، اف اوف اكس زائد جي اوف اكس، مش ده التعريف بيقول كده؟ ان اف زائد جي على الاكس بتساوي اف اوف اكس زائد جي اوف اكس، اف اوف اكس خدها منفصله زائد جي اوف اكس. طب اف اوف اكس هو عطاها لي اكس تربيع ناقص 4، يبقى اكتبها اكس تربيع ناقص 4 زائد جي اوف اكس. لما تكون الاشاره زائد يا شباب اكتب الجي باشارتها كما هي، مفيش مشكله. المشكله لما تكون ناقص لازم انا اغير كل اشاره الجي. يبقى في حاله الزائد زائد 2 اكس زائد 4، 2 اكس زائد 4 مباشره. يبقى انا هنا انتبهوا ايش سويت، نزلت الاف اوف اكس اهي، دي الاف اوف اكس نزلت هنا، الجي اوف اكس نزلت هنا. شرط الزائد ما بتعملش اي حاجه، بتنزل 2 اكس موجبه والواحد موجبه كما هي. طب الخطوه الجايه وش اسوي؟ اجمع الحدود المتشابهه بس. اكس تربيع فينا حدود تاني فيها اكس تربيع؟ لا، تنزل الاكس تربيع كما هي خلاص، يبقى انا اتخلصت من الحد ده. عندي 2 اكس موجبه هي تنزل ايضا 2 اكس موجبه، ما فيش زيها. عندي سالب 4 وموجب 4 حدود متشابهه، سالب 4 وموجب 4 صفر تختفي، يبقى تطلع دي موجب 1 بعد اذنكم، عندي لها 1 بس، 2 اكس زائد 1. سالب 4 مع الموجب 1 يديني سالب 3، سالب 4 مع الموجب 1 يديني سالب 3. ويبقى دي الداله الجديده اللي هي عباره عن اف زائد جي على الاكس، هي دي، هي دي الداله الجديده، داله الجمع. طيب انا عايز هنا اف ناقص جي على الاكس، اي اف ناقص جي اهي على الاكس بالنسبه للاكس يعني، كداله في اكس يعني. فبقول له هي عباره عن اف اوف اكس ناقص، انتبه للناقص دي، جي اوف اكس. الاف اوف اكس اهي اكس تربيع ناقص 4 نزلتها زي ما هي، ناقص الجي اوف اكس. لما يجي لك ناقص بقى حط الجي اوف اكس في قوس. ليه؟ لان الناقص بتغير اشاره كل اللي وراها، فهرجع شوف حطيت جي اوف اكس في قوس، او كنت غيرت جي اوف اكس مباشره، يبقى الاكس تربيع زي ما هي ناقص 4 اهي، الناقص تنضرب في اللي وراها بالكامل، سالب في موجب هنا بسالب، يبقى سالب 2 اكس، سالب في موجب بسالب 1. كنت ممكن في طالب يعرف يغيرها مباشره من غير ما يحط الخطوه دي، من غير ما يحط القوس، يقول لي ال 2 اكس موجبه تبقى سالبه، الواحد موجب يبقى سالب، مفيش مشكله. الآن جمع الحدود المتشابهة، الإكس تربيع مفيش شبه زيها، ناقص 2 إكس مفيش شبه مثلها، الحد الثابت سالب 4 والسالب 1، سالب 4 وسالب 1 سالب 5. يبقى دي إف ناقص جي على الـ إف ناقص جي أوف إكس، إف ناقص جي أوف إكس، ودي إف زائد جي أوف إكس. يبقى أنا عملت مثال جمع ومثال طرح والأمور وضحت، نشوف. أيضا جمع وطرح. طب نشوف واحد A وواحد B. هنا F زائد G of X المفروض حسب المفهوم دي بتساوي F of X زائد G of X. بهدوء يا شباب. طب ال F of X هو معطيني اياها X تربيع زائد 5 X ناقص 2 تنزل كما هي، X تربيع زائد 5 اكس ناقص 2. الجي اوف اكس اهي زائد الجي اوف اكس 3 اكس ناقص 2، الزائد ما بتعملش حاجه، فبكتب زائد 3 اكس كانت موجبه كتبتها زي ما هي، ناقص 2 كما هي اهي. يبقى لو انا بلون كده اهي، هذه الاف اوف اكس، ومن اول هنا الجي اوف اكس نزلت كما هي لان المساله زائد. طب نجمع الحدود المتشابهه،
اكس تربيع الحد الاول ده مفيش مثله تاني ينزل اكس تربيع. طيب 5 اكس اهي موجب 5 اكس وموجب 3 اكس حدود متشابهه تجمع مع بعضها يبقى موجب 8 اكس. عندي سالب 2 وسالب 2 حدود متشابهه حدود ثابته سالب 2 وسالب 2 يبقى سالب 4. خلصت المساله. هنا نفس المسألة بس هنا عملية ايه؟ عملية طرح. يبقى اف ناقص جي اوف اكس حسب التعريف دي بتساوي اف اوف اكس ناقص جي اوف الاكس. الاف اوف الاكس اهي تنزل كما هي اكس تربيع ناقص 5 اكس ناقص 2 ناقص جي اوف اكس. اما انك تغير اشاره جي اوف اكس كلها او تضعها في قوس لما بتكون المساله ناقص بضع الجي اوف اكس في قوس اهي 3 اكس ناقص 2. نبدا نفك القوس تبقى اكس تربيع ناقص 5 اكس ناقص 2. السالب دي هتنضرب هنا وهنا سالب في موجب هنا يبقى اديني سالب 3 اكس سالب في سالب يبقى موجب 2. ارجع اجمع الحدود المتشابهه الاكس تربيع مفيش غيرها هي اكس تربيع اهي. طيب سالب 5 اكس دي كانت موجب موجب 5 اكس في الاصل هي موجبه هنا يا شباب معلش دي موجب 5 اكس وسالب 3 اكس موجب 5 اكس وسالب 3 اكس يعطيك موجب 2 اكس. هنا سالب 2 هنا وعندي موجب 2 الحدود الثابتة سالب 2 وموجب 2 صفر يبقى دي الإجابة النهائية للسؤال. يبقى أنا عملت هنا عملية الجمع والطرح.